طلب الموافقة للدراسة على الحساب الخاص. أخي الطالب، أختي الطالبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ترغب في مواصلة دراستك في أستراليا، فيجب عليك أولا الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي للدراسة في الخارج على حسابك الخاص وقبل مغادرتك للمملكة، علما أن الطلب يعالج من الوزارة وليس من الملحقية. للتقدم بالطلب يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة المبتعثين على الرابط التالي، ثم وضع المؤشر على أيقونة الراغبين في الابتعاث، واختيار طلب موافقة الدراسة على الحساب الخاص. عند النقر على البلد الذي ترغب في إكمال دراستك فيه، أستراليا، ستظهر لك شروط ومتطلبات الحصول على الموافقة. والتعهدات، عليك قراءة هذه الصفحة بدقة لأنك ستقوم بالنقر على مربع الإقرار بأنك قمت بقراءة كل الشروط والتعهدات. وبعد النقر على تنفيذ الخدمة، أدخل رقم هويتك الوطنية بالأرقام العربية، ثم أدخل رمز التحقق، وبعد ذلك أنقر أيقونة بحث لتبدأ بتعبئة حقول الطلب، وتأكد من إرفاق كامل المسوغات المنصوص عليها في الشروط والمتطلبات قبل تسليم الطلب. في حال موافقة الوزارة على طلبك، سيصلك بريد إلكتروني يشعرك بذلك، كما يرشدك إلى تفعيل طلبك بعد الوصول إلى أستراليا بالدخول على رابط الملحقية أو النقر من داخل الرسالة الإلكترونية. كما ستتضمن الرسالة قرار موافقة للدراسة على الحساب الخاص. عند التفعيل عليك تحميل ختم الدخول لأستراليا مع الطلب وتعبئة بيانات عنوانك ورقم جوالك في أستراليا، ثم الضغط على زر الإرسال. ستقوم الملحقية بتدقيق طلبك وفتح ملف لك على بوابة طلاب المبتعثين، وستصلك رسالة إلكترونية تحتوي على رقم ملفك في الملحقية. عندئذ يمكنك الدخول على البوابة لتفعيل حسابك عن طريق الرابط أعلاه. انقر على تسجيل دخول الطلاب، واختر دخول لأول مرة للحصول على كلمة المرور، ثم استخدم رقم الطالب في الملحقية المرسل لك من رسالة الملحقية، ورقم الهوية الوطنية، ورمز الصورة، ثم اضغط لإكمال التسجيل. الأخطاء الشائعة. هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في تأخير معالجة الطلب، ويمكن تجنبها بسهولة ومنها: أولا، تسليم الطلب للوزارة بوجود نواقص. ثانيا، عدم إرفاق قسيمة تأكيد التسجيل في المؤسسة التعليمية والصادرة من دائرة الهجرة الأسترالية، واسمها المختصر هو COE. ثالثا، عدم إرفاق تقرير طبي من مستشفى سعودي حكومي. رابعا، التأشيرة يجب أن تكون تأشيرة دراسية ولا تقبل الوزارة التأشيرة السياحية. وختاما، نود التذكير بأن موقع الملحقية فيه تفصيل دقيق عن الأسئلة المتكررة التي تتعلق بالطلب، علما أن الملحقية لا تملك التدخل في مسار الطلب أثناء وجوده في الوزارة أو معرفة الوقت لإنهاء إجراءاته. شكرا لوقتك، ونتمنى أن يكون العرض قد وضح الطلب لك بشكل أفضل، مع دعائنا لك بالتوفيق.